السلام عليكم خوتي، يعني كلشي مزيان كلشي وعدات. اليوم ما توصلت بواحد الماكينة اللي جاب صيفط عليا السيد من مكناس، غادي مريباري. عام السلام في الله، فين اخو هيا مريباري، ولكن ما بدلش لها في بروكا ولا بيسو. ان شاء الله نحلوها نوصلوها ونبدلو لها شي لعيبة خاصها. بقاو معايا. ها هو الحديد ديالكم انا في الصوت. في مروك انا ديالك شوك شباب غير 50. هاي الخوت كما كتبوا معنا والله ما مبريش. هذا شو مروك انا مبريش لو عشبت تلو. هذا انا هوريكم الفرق ديال المبريج بين ديال 50 وديال 70. هذا البيستول اللي غادي نركبوها في الروش. هاد البياس هو هدا البيستون، هداك لومبرياج اللي كيكون فيها كيكونو فيه رسولات رهاف، و لومبرياج جديدة كيكونو فيها قاسين ديال السيميا. البوطا في بياس راه 70. هاهو راه كان مريباري هاد الموتور. هاد البيستون كيفاش كيكون قصير، هادشي لما داتليش بيستون غيجي هابط. أو بيستون بيالا غير 50. السيلندر مغنبدلوش حيت غيبقى هو هو. قبل ما نحل هاد المبرياج نوريكم الفرق فين كاين. ها هو مكتوب معنا، شوف هادو قداش، شوف هاد الوصول اللي قلت قداش. هو اصلا رطبين، واخا يكونو طوال رطبين. شوف هادو شحال غلاط، شحال رقاق. إذن حتى لومبرياج ديال الصانية بحال بحال ديال الدوكير، ضروري خاصها تبدل. هي هادي لومبرياج مع نجمع المحرك ديالها.
السلام عليكم. هو يا اخوة الحمد لله، الله يبارك فيك. تعالي مش مزيان اهو. وش يبيه؟ شو ها؟ محمد رفيق؟ اه ليه في الشمع؟ اه زوين. السلام عليكم. سلام. نص ثانية هذا؟ نص ثانية. بس هذا اللي كنت بريباري. اللهم بارك. هلا اللي جوا عمل الله خير يا شيخ. ركبت الحكاج ديال البيت. لا 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 وتقطع هذيك العيال عيدة كيفما كاين ولا
اش قال لك خو؟ قال لك هو يجيو صافي ليا
الان ديما الفوق هاي الخوش كملناها ان شاء الله نسافتوا المكناس ان شاء الله مع الصباح ان شاء الله تحية للناس مكناس ازرق البياسات اللي ركبنا لهم هادو بيستون مع قصار كيكون فيها قصار في بروكان و لومبرياج يلا السلام عليكم خوشي تحياتي لجميع نتمنى الجديد ديال واحد الصانع اخرى هي هادي ها يا خويا درتها لك هنايا في هاد انا جمعتها لك هنا هاد البياس ديالك القديمة و درتها لك هنا تحية للناس مكناس بزاف بزاف تحية الازرق يلا السلام عليكم خوشي دعموا لايك لكم ولي ابوني باش يوصلكم جديد.